أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام بالصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن البداية مع أهم العناوين. من موقع الهيئة نت، ميليشيات الحشد الطائفي تعتقل 4 مدرسين شمال غربي الموصل. من صحيفة المدى، 7 مرشحين لرئاسة الجمهورية في ظل علاقة متوترة بين الاتحاد والديمقراطي. من موقع كتابات بومبيو، لن نواصل قبول السلوك الإيراني السيء في العراق. ومن الجزيرة نت، أمريكا تقرر سحب بطاريات باتريوت من الشرق الأوسط. من صحيفة العربي الجديد، ملايين النازحين العراقيين خارج مدنهم رغم تحريرها من داعش. ومن القدس العربي نتابع، حزب العمال البريطاني يدعو الحكومة لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل. وأخيرا من صحيفة الحياة، أمريكا تسحب أنظمة باتريوت من البحرين والكويت والأردن. أهلا بكم. الطائفية في العراق انتهت إلى طائفة من السياسيين، عنوان مقال للكاتب حامد الجيلاني في العرب اللندنية، يقول فيه إن نشوء العملية السياسية للمحتل كان بمثابة عزيمة أو وليمة طعام لجياع السلطة لنهش مغانمها بشراهة. لذلك ظل السفير الأمريكي زلماي خليل زادة يؤكد على ضرورة الالتحاق بالعمل السياسي لمن هو رافض للاحتلال، لأن من تفوته هبة الاحتلال لا يمكن له التعويض في السنوات التالية عندما تستقر السلطة تماما بيد من جاء أولا بحماية الدبابات وبتوصيات المخابرات. الطائفية أرادوها قدرا لعملية سياسية تضمن لهم تداول السلطة وأصوات الناخبين في نظام ديمقراطي مهلهل تتفاوت فيه الأحزاب، إن كانت إسلامية وعلمانية وليبرالية ويسارية أو من اليمين أو من الوسط أو راديكالية في نزاعاتها الفكرية أو لكونها مجرد أحزاب لشخصيات أرادت أن تجد لها موطئ قدم مالي أو صفقة تجارية بفرصة مؤقتة أو دائمة أو لتقاعد مريح. لكن ما اجتمعت عليه منذ البدء هو النشوة بالاحتلال ونيل رضا المحتل الأمريكي ومباركاته للمحاصصة الطائفية في سلطة وضعت قواعدها على ولاية فقيه عراقي ومراجع دينية متباينة، سرعان ما أشعلت حماسة الفتنة لتعلن عن مشروع تقسيم العراق طائفيا، بما شجع على إيصال رسالة مفادها سقوط نظام الدولة والسيادة والاستقلال والمواطنة في دعوة صريحة للتكتل حول مركز القوة الخاص بكل فئة والاحتماء بالمكان ونسيجه الموحد. يضيف الكاتب، خاب العملاء وخاب من التحق بهم، وبعد أكثر من 15 سنة من الاحتلال الأمريكي هناك طائفة سياسية تتداول السلطة والمال وتتداول أيضا السباب والشتائم والملفات والفساد ولي الأذرع والمباهات بفساد الذمم وبشراء وبيع المناصب والتمتع بسباحة هادئة في المياه الدافئة، حيث تلتقي إرادة الاحتلال الأمريكي بإرادة الاحتلال الإيراني في حكم العراق واستمرار النظام المحاصصة الطائفية. فيما كانت المحاصصة على أساس التوافق بداية لتأمين وحدة المجتمع العراقي بقوميته وأديانه ومذاهبه وأحزابه وقواه الوطنية بعد انتهاء الاحتلال، إلى أن قيادة حزب الدعوة الحاكم في دورة حكم الملك الأولى استغلت ما سمي بالبيت الشيعي ومظلومية الشيعة لتأسيس حكم طائفي في البلاد، وذلك بحسب ما مقال للكاتب مهند البراك في صحيفة المدى. طبعا هذا الموضوع مدعوم من دولة جارة.
ويرى العديد من السياسيين المستقلين أن انغماس مسؤولي حزب الدعوة بمصالحهم الأنانية الضيقة فقط وإهمالهم حتى لأبناء الشيعة قد أوصل البلاد إلى حالة من البدائية لم تعشها قبلا قط، حتى صارت المحافظات ذات الغالبية الشيعية تنتفض على حكمها وعلى فساده وفساد مسؤوليه، وحتى صار نهجا لهيمنة دكتاتورية يتكرر بدءا بستار البيت الشيعي بزيادة الاستحواذ على الغنائم الفلكية، وسار بإغراء الآخرين بالمال والسلاح، ثم بطمطمة الفساد الإداري وغلق التحقيقات القانونية الضرورية للإصلاح عندما تعلو الأصوات، وغلق تلك التحقيقات التي تحطمت فيها ثلث البلاد وقتل فيها أنبل الشباب في سبايكر وراح عشرات الآلاف ضحايا لها، وتحطمت مدن كبرى وتشرد بسببها الملايين رغم وصول اللجنة البرلمانية للتحقيق فيها إلى نتائج ملموسة أبلغتها علنا، كل ذلك بدعم من ميليشيات مسلحة متنوعة الأسماء والعناوين وبدعم دولة جارة وينشط مسؤولوها وتتحدث علنا عن دعمها لذلك النهج، حتى ضجت البلاد باستنكار ما يجري لحياة أبنائها بكل أطيافهم رجالا ونساء، مطالبة بالإصلاح. ووصلت الاحتجاجات الشعبية التي وجهت بالرصاص الحي وتساقط بها المئات من شباب البلاد. ينعقد الأمل على شباب الاحتجاجات في كل محافظة من المحافظات، والتي منهم وصلت البصرة بسواعد أبنائها وبناتها لتكون حجر زاوية صلب من أجل بناء جديد يعيد للعراق استقلاله وقوته وعزه وصداقته الحقة مع دول الجوار على أساس الاستقلال والاحترام والمنافع المتبادلة بحسب الكاتب. سياسيون بلا هوية، عنوان مقال للكاتب حسين جاسم علي في صحيفة الزمان العراقية، يقول فيه: في غالبية دول العالم نجد أن الشعوب مبجلة في أوطانها ولها أولوية من ناحية الاحترام والتقديس، وتعيش محفوظة الكرامة متمتعة بخيرات بلادها وثرواتها نظرا لتواجد حكام عادلين من جهة وأفراد واعين لا يفرطون بحقوقهم ولا يعطون مجالا لسياسيهم بالتجاوز عليها من جهة أخرى. لكن للأسف هذا الأمر لا ينطبق على الشعب العراقي الذي نقم بحكومات فاسدة تعاقبت على تولي السلطة منذ أزمان طويلة وأدخلته بأزمات متشعبة ومفتعلة ولا يزال يعاني منها في شتى مجالات الحياة. إن الأمر أصبح مخزياً ومحزناً بآن واحد، وخصوصاً عند اطلاعنا على تلك التفاصيل وتمعننا بها نجد بأن ثرواتنا تتبدد وأن أموالنا وطاقاتنا تهدر وخيراتنا تسرق أمام مرآنا ومسامعنا بالوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى هذه الثروات لاستثمارها بمختلف القطاعات والمجالات. فالسياسيون يتصارعون فيما بينهم على المناصب والامتيازات التي ترافقها متناسين دورهم الخدمي الذي يجب أن يلتفتوا إليه ويقدموه للمواطن الذي سئم من الوعود التي طال انتظارها طيلة هذه السنين التي أنهكته فكريا ونفسيا واقتصاديا. وباختصار، لا خير ولا أمل بالسياسيين جيء بهم كنتاج لمخرجات عملية انتخابية أقل ما يقال عنها بأنها مشكوك بها وغير نزيهة، سيما وأنها أخرجت لنا وجوها وشخصيات مشبوهة ومخالفة لإرادة الشعب وتطلعاته، وأن من يتأمل خيرا في حكومة تولد من رحم فاسد ومشوه فهو ساذج ويفتقد للنضوج الفكري والسياسي. فهنالك قطار سياسي منطلق ومتجه إلى محطة واضحة المعالم والمتمثلة بإعادة إنتاج مفهوم محاصصة الطائفية والعرقية وبلورة منظور تقاسم الثروات على ضوء المكاسب الانتخابية. إن ما يجري اليوم بالعراق هو تناحر سياسي على المناصب والثروات، وأن أغلب المتصدين للمشهد السياسي هم أشخاص طامعون بالامتيازات التي تقدمها لهم المناصب، متناسون أن المناصب التنفيذية والسياسية هي تكليفية وخدمية وليست تشريفية كما يرى الكاتب. فعلا هو حشد إيراني قلبا وقالبا، هكذا عنوان الكاتب علاء كامل شبيب مقالا نشر في موقع كتابات.
فكلما مرت الأعوام وما تتمخض عنها من أحداث وتطورات، كلما شهدنا حالتين لا مناص منهما أبدا. الأول هو حدوث تباعد وتضاد بين الشعب العراقي من جهة وبين ميليشيات الحشد الشعبي، والثاني هو على العكس من ذلك تماما، أي حدوث ليس تقاربا فقط وإنما تطابقا بين ميليشيات الحشد الشعبي وبين النظام الإيراني، بحيث لا يمكن لمس أي اختلاف بينهما، كما لو أن هناك فرعا مرتبطا بأصل له. عندما يؤكد المتحدث الرسمي باسم تحالف الحشد الفتح أحمد الأسدي يوم الأحد الماضي في تصريح له، لا يمكن اختيار رئيس للجمهورية خلال جلسة البرلمان المقبلة، مبينا أنه لا يوجد اتفاق على أي مرشح. وقال الأسدي في تصريح صحفي له وبكل وضوح: إننا بانتظار القرار الإيراني الذي يحسم من هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وأضاف: ستبلغنا إيران قريبا من هم الأنسب لرئاسة الوزراء والجمهورية. لسنا بغافلين ولا جاهلين عن الحشد الشعبي والدور المناط به بعد انتهاء مرحلة داعش، التي هي بالأساس صناعة لها علاقة بصورة أو أخرى بالنظام الإيراني، لكننا كنا ننتظر شيئا من الرصانة والرزانة والحياة. عندما يتحدث مسؤول فيها عن ما يربطها بالنظام الإيراني، ولكن وعندما يتحدث الناطق باسمها بهذه الصراحة الفجة، فإننا يجب أن نعلم بأننا أمام جهاز تابع للنظام الإيراني من كل النواحي، ولا يربطه أي علاقة بالعراق والشعب العراقي. ولذلك فإن الحذر وكل الحذر منه واجب، خصوصا وعندما يتكلم وبكل صلافة عن أنه ستبلغنا إيران قريبا من هم أنسب لرئاسة الوزراء والجمهورية. تصريحات الحشد الشعبي تعني أن العراق كدولة يخضع لمنظومة ولاية الفقيه الفاسدة من أعلاها إلى أسفلها، في حين أن النظام الإيراني يعيش أيامه الأخيرة بموجب مختلف الأدلة والمؤشرات، وأنه على مشارف النهاية الحتمية بعد أن رفضه شعبه بكل وضوح. ما يخشاه حكام طهران اليوم أن يعتاد الشعب على الخروق الأمنية ويعتبرها أمراً واقعاً، فتنضم إيران إلى غيرها من دول الشرق الأوسط، خصوصاً جارتيها العراق وسوريا، وتهبط من علياء الإمبراطورية التي نسبتها إلى نفسها ومارست تبعاتها في الجانب العسكري طبعاً لا في الجانب الحضاري، بحسب مقال للكاتب محمد علي فرحات في صحيفة الحياة اللندنية. وتشكل خطب التهديد والوعيد نوعا من العهد يقدمه الحاكمون إلى الشعب، وبذلك يصبحون أسرى خطبهم هذا، ولا يستطيعون التخفف منها إلا بعمليات عسكرية خارج الحدود، عمليات لا تقدم حلا بقدر ما تعرض النظام الإيراني إلى الغرق مباشرة في بحر المنطقة المتلاطم، بعدما كلف بهذه المهمة الخطيرة أذرعاً تستنزفه مالياً لا بشرياً. هل تضطر إيران إلى الحرب بذريعة تفجيرات الأهواز وبذرائع غير مباشرة كالتدهور الاقتصادي والفشل في تصدير الثورة؟ سؤال مطروح، لأن إيران تحولت من دولة إلى ثورة، فإلى مشكلة لها وللقريب والبعيد تتفاقم حين يقوى النظام ولا تتراجع إذا ضعف. ذلك أنما ينسب حكام طهران إلى أنفسهم من رسالة دينية عسكرية سياسية وقومية في جانبها المستتر، يرتب مهمات خطرة على المواطن الإيراني ومواطني الدول المجاورة، وهذا الذي تكرره طهران أو يخشى أن تكرره. سبق أن تورطت فيه أنظمة شمولية ألحقت الأذى بشعوبها وبشعوب قريبة وبعيدة. لا يرغب عاقل من الإيرانيين وجيرانهم في رؤية جيش المرشد موجها آلته العسكرية ضد هذا البلد أو ذاك في المنطقة، لكن حكام طهران أمام مأزق صعب: أن يصمتوا ويستوعبوا تفجيرات الأهواز فيفقدوا بعضا من هيبتهم في الداخل والخارج، أو يعمدوا إلى عدوان تحت شعار الثأر فيتأكد للإيرانيين والعالم أن النظام يصدر مشكلاته الداخلية في حرب إقليمية، بحسب الكاتب.
لا أفضلية للاحتلال الروسي على الاحتلال الإسرائيلي في سوريا، هكذا يرى الكاتب ماجد عزام في مقاله الذي نشره موقع عربي 21. يقول فيها: لا يملك الاحتلال الروسي أي أفضلية أخلاقية تاريخية أو سياسية على الاحتلال الإسرائيلي في سوريا، كون روسيا نفسها لا تملك أي أفضلية أخلاقية تاريخية أو سياسية على إسرائيل، ومساندتها أو دعمها التكتيكي لبعض قضايا العالم الثالث كان جزءا من صراعها الإمبراطوري الاستعماري مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام. وعندما اصطدمت مطالب وطموحات الشعوب بمصالحها لم تتورع عن ارتكاب المجازر والجرائم بشكل مباشر أو غير مباشر عبر حلفائها، كما رأينا في الشيشان والقرم والبوسنة وكوسوفو وأخيرا في سوريا. قمعت روسيا بشدة ثورة الإمام شامل في داغستان والشيشان، وارتكبت مجازر حرب ومجازر ضد الإنسانية بحق الثوار في القوقاز وآسيا الوسطى في منتصف القرن التاسع عشر. روسيا طالما اعتبرت نفسها في حالة عداء حضاري، ليس فقط جيوسياسيا مع الدولة العثمانية التي كانت آخر تعبير مؤسساتي دولتي عن الحضارة والهوية الإسلامية الجامعة التي أدبت الغرب، حمت القدس والمنطقة لسنوات بل لعقود وقرون من مطامعه وجرائمه. أما جريمة العصر الروسية فقد وقعت في الشيشان عندما رفض إخواننا الشيشانيون هيمنة وتسلط الروس عليهم. كان لديهم رئيس ديمقراطي منتخب وخاضوا مقاومة شعبية تشبه مقاومة الفلسطينيين وشعوب العالم الثالث في إفريقيا وآسيا ضد الاستعمار الغربي وضد إسرائيل. ردت موسكو مع وصول بوتين للسلطة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عبر ما بات يعرف بالخيار الشيشاني الذي دمرت فيه العاصمة غروزني عن بكرة أبيها. يضيف الكاتب: أعتقد أننا نعرف جميعا جرائم إسرائيل المستمرة بحق الفلسطينيين والعرب، حتى قبل إنشائها بشكل رسمي ارتكبت مجازر وتهجيرا جماعيا، وهي كما ونوعا لا تعادل ما فعلته روسيا والاتحاد السوفيتي مع إخواننا وأهلنا في الشيشان والبوسنة وكوسوفو والقرم، لكنها في الجوهر تعبر عن نفس العقلية الإجرامية الاستعمارية. في فيتنام ينتزع شعر من ذيل الفيلة لاستخدامه في صناعة مجوهرات يفترض أنها جالبة للحظ والثروة، هكذا يرون. يبلغ سعر الشعرة الواحدة 20 دولار، ما يشكل مجالا مدرا للأرباح في بلد يسجل فيه إتجار غير قانوني بقرون وحيد القرن وحراشف أكل النمل أو آكل النمل الحرشفي وغيرها. وتراجعت أعداد الفيلة بشكل هائل في آسيا بسبب قطع أشجار الغابات والصيد غير الشرعي، ولم يعد في القارة إلا 40 إلى 50 ألف فيل بحسب الصندوق العالمي للطبيعة. والآن نتابع الكاريكاتير.
وفي الختام أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.